يا هلا يا هلا يا كلا فضايح. وانتو بعد تحككون؟ وش في عمان تحكحك مثل العالم؟ خلنا نتحكحك. لا مو متحكحك مثل العالم، فجأة صرنا نتحكحك. شعر شو اسمه ده سلهب، كان فيه مدري وش كذا، فيه زي الحشرات الغريبة كذا وكذا وشفناه. والله غريب الموضوع، حتى بدر والياس بعد شايفهم أنا وقالوا له يتوقعون إنه في حشرة في الغابة هي السبب، دورنا وما لقينا. الحشرة ما حصلتوها في الغابة؟ ما في. أجل في رأس سلهب. أجل شكله هو سلهب راح الغابة وشكله نقل لنا العدوى يوم حنا راح. يا أخي غريب هالحساسية اللي جاتكم وما جات ولا واحد من الفضائيين. شوف شوف أحمر، شوف شوف أحمر، تخيل تخيل شفنا رأسه اليوم مليان مليان حشرات غريبة. تخيل يقول إنه هو ضد النظافة، يقول ثلاث سنوات هو كل ثلاث سنوات يتروش ويحضر كل عشر سنوات. يا فضائي لازم نشوف لي حل، لأن بدينا يعني مشكلة نتعب ونمرض ما نقدر نسوي شيء، كل شوي نقعد نحك. شوف الحين عرفت المشكلة أنا، لأنه بصراحة أنا قريت عن صفات كوكب سيثليون إنه بصراحة إنهم ضد النظافة ولا يحبونها، وأيضا مليانين فيروسات. الحمد لله حنا في كوكب زينون مكافحين للفيروسات أول بأول، ونسوي أبديت ونسوي تنظيف ونسوي برامج خاصة تبعد هذا الشيء. أما كوكب سيثليون فهم يتعايشون مع الفيروسات ويتعايشون مع أشياء ثانية بعد. يقول لي أبديت طال عمرك، وأنا أبديت أنتم جلدكم جلد ضب، حنا حساسين أي شيء يأثر فينا. المشكلة لو زادت فترة بقائهم أيضا بهالطريقة حيسبب دمار، أتوقع حتى لأغراضكم وأشياءكم وأموركم الثانية. المشكلة اللي قاعد أسوي كيك يا فضائي، كيكة أسوي حالة للأطفال. إيه شوفوا 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 لنا حل. وش ذا؟ اسمعني اسمعني، أنا أقترح إن نعطيهم إيش. انا اقترح يا فضائي إن شوف 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 انا ركز معي انا دبور يفكر، اذا دبور يفكر يفكر صح فكر. انا اقترح شو اسمه اقتراحات أنا ذكيه بس نبغى اقتراحات ذكيه. انا اقترح نعطيهم كل البلورات. لا يا شيخ لا يا شيخ اسمع خليني اقول فكرتي كامله. انا اشوف انه انتم تخلوني انا الوسيط ها. أيوة عارف كيف؟ أيوة. تعطوني كل البلورات وانا اروح اعطيهم واقول لهم خلاص خلاص فكونا من شركم، روحوا على سيثليون. هم يروحون على سيثليون احنا ننبسط في الارض. لا 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 هذا اعترض يضحك اعترض استاذ فضائي. انا اقول خلنا على حكته نحكحك برك لنا. إيه انا بعطيه بلورات فضائي، بدل ما تجينا الحكه والله بيدمر الارض وندمر معها. نتعب نجمع بلورات بدنا نعطيها بارده نعطيهم. أيوه. لا 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 انا ما اتحمل تحكحك زي كذا، انا اتحمل انه خلهم ياخذون يروحون يفكونا من شرهم بس. شوف 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 يا دبور، ترى كلام بدر واغلب الشباب صحيح. انت تحسب انهم لو اخذوا البلورات بيروحون كذا؟ هم بيدمرون الارض وانت والحشرات والاشياء اللي فيك كلها حتبقى، وبالعكس حترتاح انت. طيب بتموت يا اخي. اذا انتم ما تفهمون، انتم اذا انتم تدمر متدمرين في كل الحالتين، حكحك ولا تدمر. لا لا تدمر تحس احسن. الحمد لله الحمد لله ان الطب والبشر انتم ما شاء الله فيكم عقليات يعني ذكيه جدا واذكياء، واخترعتم ايضا اشياء جميله، عندكم عيادات وعندكم اطباء وعندكم ناس بروفيسورات صح ولا لا؟ اي بروفيسورات. طيب أيه. طيب وبروفيسورات وش الفائده؟ نروح للطبيب وبعدين يطلع لنا فيروس ثاني اخطر. ما في مشكله، شوف انا بتفاهم مع جحدر وسلهب، وانتم روحوا الطبيب وان شاء الله باذن الله ما ترجعون الا كل عنده حل. انتم حلتوه وانا حل. بروح اتعالج على حسابك. ما عندي مشكله. اي على حسابك انت وياهم. انا فاتح حساب عندهم. يا سلام. شوف والله ما توقعت بصراحه انه جحدر وسلهب بهال عدم النظافه. خليني اروح اتفاهم معاهم بس.